ولنقاش الملف اللبناني وأزمة تشكيل الحكومة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة الكاتب والصحفي علي شندب. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا. مع استمرار غضب الشارع تتفاقم أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، إلى أي مدى يحاول الرئيس عون التركيز على الحريري وتحميله الأزمة الاقتصادية أمام الرأي العام؟ في الحقيقة يعني بدأ الرئيس ميشيل عون بالأمس في إطلالته المتلفزة كمن يستدعي، عندما دعا الحريري إلى الحضور إلى القصر الجمهوري كمن يستدعي طليقته إلى بيت الطاعة، هكذا بأسلوب استفزازي أرخى باحتقانات كبيرة في الشارع. يريد الرئيس عون من خلال هذا الأسلوب دفع سعد الحريري إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة. الحكومة هي في مختنق، الذي يمنع تشكيل الحكومة هو الثلث الضامن. اليوم دخل عنصر جديد على ملف تشكيل الحكومة، وهو الفتوى التي أصدرها مرشد الجمهورية زعيم حزب الله حسن نصر الله، مرشد الجمهورية اللبنانية، بأنه على الحريري يعني العمل على تشكيل حكومة تكنوسياسية، بمعنى آخر أنه لا يوجد إمكانية لتشكيل حكومة مستقلين اختصاصيين تأخذ على عاتقها إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، وأيضا وقف العبث والمقامرة بمصير الشعب اللبناني. الحريري وردا على الدعوة التي تلقاها من الرئيس ميشيل عون لزيارة قصر بعبدة ومناقشة شكل الحكومة المقبلة، عبر عن تفاجئه بهذه الدعوة الحريري. ماذا قصد عون من خلال هذه الدعوة العلنية تلفزيونيا، وهل يعني ذلك عودة لبنان إلى المربع الأول؟ في الحقيقة يعني سبب تفاجؤ الحريري أن ميشيل عون كان يريد من إطلالته إحداث اختراق في الجمود السياسي، لكن بعض مستشاري الرئيس عون دس داخل الخطاب الجملة التي استفزت الشارع قبل سعد الحريري، وهي أنه فيما لو عجز عن تشكيل الحكومة عليه بإفساح المجال لغيره. هذه الجملة التي دست في كلمة ميشيل عون ساهمت في تعكير المزاج العون المزاج العام لللبنانيين وللدولار وللوضع الاقتصادي والسياسي برمته. التداخلات في مسألة تشكيل الحكومة بعد فشل المبادرة الفرنسية التي قال صاحبها ماكرون بأنه تعرض لحفلة خيانة جماعية في لبنان من المسؤولين اللبنانيين أخذت جرعة دعم إضافية من روسيا التي دخلت على خط تشكيل هذه الحكومة، عبر دعوة حزب الله إلى موسكو من جهة، وعبر استقبالها للحريري، وأيضا عبر زيارة سفيرها في بيروت إلى ولقائه مع صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل. لكن مع هذا طروحات السيد نصر الله اليوم بحكومة تكنوسياسية أعتقد بأنها وتهويله بأن هناك من يحضر لحرب أهلية في لبنان، أعتقد بأنها ستزيد من تعقيدات المأزق والمشهد اللبناني. بحديثكم عن المبادرة الفرنسية، أكد اليوم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على وجوب الدفع باتجاه حل الأزمة في لبنان. هل ما زال لماكرون مساحة عمل في لبنان بعد أن أفشلتها ميليشيا حزب الله؟ أعتقد بأن القوى التي كانت هي قوى كبرى وبفعل تواطؤها مع دول أقليمية ناشئة مثل تركيا وإيران، وخصوصا إيران، قد قدم نفوذها بمعنى آخر أن علينا أن لا ننسى جواد ظريف مثلا عندما أعلن ومن بيروت ماذا يفعل ماكرون في لبنان، لا يحق له أن يتصرف في لبنان. وبهذا المعنى المجتمع الأوروبي والدولي منزعج جدا من تغول إيران في البلاد العربية، لأنه تغول ليس حبا باللبنانيين والعرب بقدر ما هو
التغول على المصالح والنفوذ الأوروبي في هذه المنطقة، وبالتالي دوليا لا يوجد مبادرة لإنقاذ لبنان سوى المبادرة الفرنسية، لكن هذه المبادرة الفرنسية يبدو أنها موجودة في أحد أقنية التواصل الأمريكي الإيراني حول مشروع جديد مع إيران. هذا يقودنا لتساؤل أين يمكن أن يبدأ الحل في ظل تفاقم الأزمة في لبنان، من الرئاسة أم من الحكومة المكلفة أم من الضغط الدولي والإقليمي برأيكم؟ الشعب اللبناني يريد لهذه الطبقة السياسية أن تذهب بكاملها غير مأسوفا عليها. الشعب اللبناني فقد كما يعلم الجمع والجميع فقد كثوار تشرين في العراق، فقد ثقته بالمنظومة، منظومة الأمانيوم والفساد والمال والسلطة والسلاح. أعتقد بأن تداعيات الوضع اللبناني والتي أخذت تأخذ في بعض المناحي سلوكيات أمنية وعسكرية واشتباكات مسلحة وظهور سلاح، أعتقد بأنها ستدفع الجيش اللبناني إلى الإمساك بزمام المبادرة، وكأن التاريخ يعيد نفسه. لا ننسى بأن ميشيل عون سبق أن استلم السلطة في ثمانينات القرن الماضي من رئيس الجمهورية أمين جميل رئيسا للحكومة العسكرية، ذاك عندما انتهت ولايته. أما ميشيل عون لعجزه عن الحكم وللتساكن مع رئيس حكومة مسمى من مجلس النواب اللبناني. شكرا جزيلا لكم الكاتب والصحفي علي شندب، حدثنا عبر سكايب من العاصمة المصرية القاهرة.